القصة ديالنا ديال اليوم كتهضر على واحد جوج صحاب، ماشي غير جوج صحاب، قولوا جوج خوت. كانوا بحال خوت ديما مع بعضياتهم، واحد سميتو عبد الكريم والثاني يوسف. عبد الكريم تعرف على يوسف في الحي اللي كانوا ساكنين فيه من كانوا صغار، وهما مع بعضياتهم يلعبوا ويخرجوا مع بعضهم، لدرجة ان عبد الكريم تخيلوا معايا انتقل من المدرسة اللي كان كيقرا فيها للمدرسة ديال صاحبو يوسف باش يقرا معاه. كانوا صحاب من فترة طويلة من كانوا صغار، كانوا ما كيتفرقوش نهائيا، يمشوا مع بعضياتهم ويجوا مع بعضهم. يوسف كانت عنده اخت، خت وحده، ما كانش عنده اخوه، وعبد الكريم كان هو الوحيد عند باه امه، ما كان عنده لا اخ لا اخت. ويوسف وعبد الكريم كبروا مع بعضياتهم، وواحد يشوف ان الاخر هو الاخ ديالو، وبقاو كيقراو مع بعضياتهم في نفس الثانوي. وبزاف ديال المرات مثلا لعب الكريم ضارب مع شي حد، يوسف كيحامي عليه وكيمشيو يضرب هذاك الشخص اللي ضرب صاحبه. المهم يوسف كان من النوع اللي ديما كيبغي يدخل في المشاكل وعز عليه المشاكل. حتى لواحد النهار ضرب مع واحد المدير، والمدير طردو من المدرسه، وفين عرف عبد الكريم هذا الشيء حتى هو خرج من ديك المدرسه ومشى للمدرسه اللي تحول ليها يوسف. واش عرفتوا قد اشنو كنقول لكم العلاقه ديال يوسف وعبد الكريم قداش هما صحاب؟ المهم هنا غادي تبدا القصه ديالنا، وكيفاش عبد الكريم ارتبط مع اخت يوسف. انا غادي نقول لكم. المهم واحد النهار عبد الكريم دهس مع باه وجري عليه باه من الدار، وكان ما عنده فين يمشي ولا فين اي بلاصه يروح يمشي ليها زعما، ولا فين يسكن، وما عرف اصلا حتى شي واحد في ديك المدينه من غير صاحبو يوسف. ويوسف قال ليه اجي عند الدار، انا واخد اصلا الطابق الفوقاني في الدار، وانت واحد اصلا ما كيطلع عندي الفوق، ما كيطلع عندي حدا غير اجي وجلس معايا حتى تحل مشاكلك مع داركم، وسير هذيك الساعه على بويا تمشي. قال لي عبد الكريم انا راني خايف نتقل عليكم وعلى عائلتك، وما يوافقوش اصلا عائلتك، هضر مع عائلتك ومن بعد رد عليا شنو يقولوا لك. انا بغيت الصراحه نتقل على شي حد. قال لي يوسف سمعني يا صاحبي، انا على صافي راه عطيتك الكلمه، غير اجي عندي وما تخافش، عائلتي ما عندهم حتى شي مشكل اصلا، هم اصلا كيعرفوك وعارفينك بلي صاحبي وهذا الشيء، وحنا اصلا رانا بحال خوت من الصغر، اجي عند الدار صافي وخرج ديك الافكار من راسك، ما تثقل علينا ما والو. لهنا عبد الكريم اصلا ما عنده زعما حتى شي حل من غير انه يمشي عند صاحبو يوسف للدار ديالو. صافي عبد الكريم توكل على الله ومشى عند يوسف وجلس معاه، جلس معاه في دارو ورافين ينعس. صافي ينعس حتى النهار الاول النهار الثاني، المهم بقاو على هذا الحال. وفي واحد النهار يوسف قال لعبد الكريم صاحبي خليك في الدار، انا غادي نمشي نجيب شي حاجه ناكلوها ونرجع. قال لي صاحبو واخا انا جالس، انا ما عندي اصلا فين نمشي ولا فين نخرج. صافي يوسف مشى باش يخرج يشري الماكله اللي ياكل اللي غادي ياكل، المهم راكم عارفين كالسكروطات داك التخربيق. وهنا كانت تترات الصدمه، اخت يوسف دخلت على عبد الكريم البيت اللي فيه خوها، ما كانتش كتعرف انه في الدار زعما. وفين دخلت وشافته بقاو كيشوفوا في بعضياتهم، هنا بدا داك الموضوع وبدا كل شيء. اخت يوسف عجبها عبد الكريم، ونفس الشيء عبد الكريم عجبته البنت، وبداو كيشوفوا في بعضياتهم، كل واحد سارح في الثاني. كل واحد كان سارح ديك الساعه في الثاني. وديك الساعه عرف عبد الكريم ان شوفه ديال اخت يوسف ماشي نظرات عاديه، باينه من وراها شي حاجه وانها معجبه بيه زعما. ونسيت نقول لكم عبد الكريم كان زوين وكيبان اصلا كبر من العمر ديالو، كان طويل وزعما معضل وكل شيء. اخت يوسف تعجبات فيه بزاف، تعجبات فيه وطاحت في السيد، وحتى هي صراحه كانت زوينه ونفس الشيء، حتى هو عجبته اخت يوسف. صافي هنا خرجت اخت يوسف من البيت عنده بلا ما تهضر معاه بلا ما تقول حتى حاجه، وهو بدا كيفكر فيها وساهي فيها. حتى دخل عليه صاحبو يوسف قال لي فينك صاحبي، فين ساهي؟ قال لي والو صاحبي، قال لي راه كنفكر في عائلتي. قال لي علاش كتفكر انت صاحبي راك جالس عندي، جالس درك الثاني عند صاحبك، ما تفكر في حد ولا تضرب حساب. قال لي ان شاء الله ان شاء الله. قال لي صافي صاحبي ان شاء الله باك دابا يبرد وديك الساعه غادي ترجع لداركم. وعبد الكريم فرح من هضره يوسف حيت غادي يبقى في الدار اللي فيها اخت يوسف. المهم دازت الايام، وكل نهار يوسف في المغرب هكا كيخرج باش يشري الماكله باش ياكلوا ويتفرجوا في الافلام مع بعضياتهم. وعبد الكريم ولا كيعرف ان يوسف زعما كيخرج في هذا الوقيته وكيرجع في الوقيته زعما وقيته محدده، ولا عرف ليه التوقيت ديالو. وهنا عبد الكريم ولا كيتمادى، ولا فين كيخرج صاحبه كينزل هو لتحت زعما في الدروج، واخت يوسف فين كتسمعو نازل كتمشي عنده، كيبقاو يضحكوا مع بعضياتهم ويهضروا مع بعضياتهم المره الاولى المره الثانيه. صافي جا الوقت اللي ولات اخت يوسف كتطلع حتى لعند الفوق البيت ديال خوها فين ما كتكون فين ما كيكونش خوها، وكتجلس معاه حتى كبرت العلاقه بيناتهم وخدا نمرتها، ولو كترا بيناتهم علاقات المهم راكم عارفين، ولكن ماشي انها توصلت تفقد العذريه لا،
ما يمركم بعرفي بلا ما نشرح لكم كتر. عارفة شنو بيت نقصد؟ ومع الايام ولا صافي ديما كيتلاقاو، وفاش زعما فاش ما كيكونش يوسف، وحتى مثلا الا كان زعما ما عندهم كيفاش يتلاقاو كيقول صاحبنا غادي نخرج ولا هذه، ويخرجوا يتلاقاو على برا. وتقريبا من مورا جوج سيمانات صونات ام عبد الكريم لولدها، قالت لي اولدي انا ديما كنصوني على الشاشه ما كتجاوبش، صافي اجي هي هذيك الله اجي للدار باش كتطلب فيه باش يرجع عندهم. وقالت ليه راك تلقلتي على الناس، صافي اجي للدار وراه باك اصلا اسمح ليك. مو اصرت عليه باش يرجع، اصلا عبد الكريم ما عنده ما يدير من غير انه يرجع عند عائلته. وعبد الكريم مشى عند يوسف وقالها لي، قال لي عائلتي هضروا معايا خاصني نرجع للدار، واسمح لي الا تقلت عليك وشكرا بزاف. قال لي اش كتقول صاحبي، انت راك صاحبي بالعكس راك ونسيني وراك عارفه لي الدار ديال خوك زعما الدار دارك، وفي اي وقت بغيتي تجي مرحبا بك، اصلا انا ما عنديش الخوت وانت راك اكثر من خويا. عبد الكريم قال لي اه غادي نجي، هو كيقصد انه غادي يجي على وديت اختي يوسف مسكين، ماشي على وديت يوسف بالضبط. يوسف ديك الساعه كان في دار غفلو ما عرف اشنو كيطرى ورا ظهره. وفين رجع عبد الكريم لدارهم عند عائلته وفرحانين به، كانوا متوحشينه بزاف خصوصا الام. المهم طلع لبيتو، وفين طلع بدا كيهضر مع اخت صاحبه في التليفون، وكيهضروا فين مشيتي وفين جيتي شكليتي شربتي شنو لابسه، وتعلقوا في بعضياتهم كتر. ولو كيهضروا كتر ما كيهضر مع صاحبه يوسف، اه ولا كيهضر مع اختو كتر ما تيهضر مع صاحبه يوسف. ولا كيحس ان صاحبه تغير عليه وما بقاش كيهضر معاه كيف ما كان قبل، وتيقول اشنو طاري مالو متغير عليا، وانا اصلا ما قصرتش معاه ولا درت ليه شي حاجه خايبه. واحد النهار يوسف صونا على عبد الكريم وجاوبه، جاوب عبد الكريم قال ليه اهلا كيف داير وداكشي، قال علاش مابقيتيش كتهضر معايا وكتجاوبني مالكك ما طرالك شي حاجه ولا شايفني شي حاجه خايبه؟ قال لي لا راك عارف انا بحال تصرحت مع عائلتي وخاصني نجلس معهم واحد شويه في الدار، واصلا هما متوحشيني وداكشي. هو كان غير كيكذب، هو كان طول ديال الوقت ديالو كيهضر مع اختو، ولحد الان يوسف مسكين ما عارف والو. حتى واحد النهار عبد الكريم هضر مع اختو يوسف وقال ليها اش بان لك نتلاقاو، انا باغي نشوفك صراحه وباغي نهضر معاك مباشره حسن ما نبقى نهضر في التليفون، خلينا نتلاقاو انا وياك، والله حتى راني موحشك وبغيت نشوفك ومش حال هادي ما شفتكش نهار كنت دابا ما كنت في داركم. وقالت لي صافي غادي نتلاقاو نهار الفلاني في البلاصه الفلانيه. قال لي ها واخا. وعبد الكريم ما بقاش ديك الساعه هضر مع صاحبه، ويوسف حس انه كاينه شي حاجه، انا طاري لي شي حاجه وما باغيش يقولها لي، وكان خايف زعما تكون طاري شي حاجه ولا، وبدا كيشك ان صاحبه كيكذب عليه، وقرر انه يتبع عبد الكريم ويعرف اش طاري. ربع ايام ويوسف كيراقب عبد الكريم وكيراحل انا صاحبه غير من الجامع للدار، ولا كاع الا مشى شي بلاصه كيمشي شي مطعم كياخذ الماكله وكيرجع للدار. وحس ان عبد الكريم ما كيكذبش وبصح باغي يجلس مع عائلته شويه. وجا نهار اللي بعدو عبد الكريم كان ديك الساعه غادي يتلاقى مع اخت يوسف، ويوسف ديك الساعه كان غادي عند صاحبه باش زعما يخرجوا معاه ويخرجوا. صافي وصل لدارهم وبان لي عبد الكريم لابس مزيان وركب الطوموبيل ديالو ومشى، وتبعو يوسف باش يعرف شنو السبب اللي فين غادي ولا لاش غادي. المهم قلت لك كيف ما قلت لكم تبعوا من اللور. عبد الكريم كان ديك الساعه كيفكر غير في البنت يشوفها، ما كان كيشوف لا شكون قدامه ولا شكون وراه. وصل عبد الكريم للمول اللي غادي يتلاقى فيه مع اخت صاحبه، وما عرفش ان صاحبه راه تبعو من اللور. دخل يوسف دخل عبد الكريم لواحد القهوه وجلس فيها، ويوسف بقى حاضه من بعيد. شويه جات اخت يوسف جلست معاه، يوسف غير شاف اخته مع اعز صاحب عنده تصدم ما عرفش شنو يدير، جات بحال شي صاعقه طاحت عليه من السما. كيفاش صاحبي اللي بحال خويا مع اختي؟ تخيلوا داك الموقف، كان كيحس بالصدمه كبيره، كانت صدمه كبيره بالنسبه لي، حس انه تغدر من اعز صاحب عنده، الصاحب اللي كان كيدير مع اي حاجه، اللي كان يقدر يقتل راسه على وديته، وسكنوا معاه في دارو وقف معاه في الحلوه والمره ويخرج مع اختو يغدروا. هنا يوسف صافي تعمى، ما بقى كيشوف حتى حاجه ولا كيفكر. مشى ديك الساعه مشى تلاح عليه وبدا تضرب فيه، والناس كتلم عليهم وكيحاولوا يفرقوهم، هو والو ضربوني نيت عطاه نيت قتل العصا حيت يستاهل الصراحه. المهم كيف ما قلت لكم بداو الناس كيفرقوهم على بعضياتهم، واخت يوسف هربات لدارهم، مشات كيف ما قلت لكم لدارهم، والناس عيطوا على البوليس وجاو خداو حققوا معاهم صافي وصفتهم لديورهم. ويوسف كان ديك الساعه حاقد على عبد الكريم، كان كيقول لا مازال خاصني ننتقم من عبد الكريم، ومشى على عائلته. ها على عائلته شنو دارت اختو، وديك الساعه ضربوا اختو وما شنو داروا ليها. مهم حرموها انها ما تبقاش تخرج من الدرج، وحتى القرايه خرجوها منها. والنهار اللي بعده يوسف كان مقرر انه باش يمشي يقتل صاحبه ولا يدير فيه شي مصيبه، ولكن يوسف فكر وقال انهم غادي يستافدوا والو الا قتلو، وبحكم هو الوحيد عند عائلته ديك الساعه صافي تراجع استغفر الله.
ما بقاش هذا معاه حتى شي حاجه وبعد عليه، واصلا داك عبد الكريم ما بقاش عنده حتى الوجه اصلا باش يشوف صاحبه ولا شي حاجه بحال هكا، ما بقاش اصلا كيتجمع في الحي ديالهم، كيبقى في دارو الا جا ناس وصافي كيخرج كيمشي عند شي ناس ولا يمشي شي بلاصه واحده اخرى، ما بقاش كيتشاف مع بعضياتهم. صافي، وهنايا كملت القصه ديالنا.